ومن أكثر ما بلي به المسلمون عامة وطلبة العلم خاصة كثرة الجدال والمراء. ولنعلم أن الجدال والمراء نوعان، جدال حرام وجدال مباح وقد يكون مندوبا. فأما الجدال الحرام فهو نوعان على ما قرره فقهاؤنا كابن مفلح وغيره. النوع الأول من جادل لأجل قصد سيء، كأن يجادلك في مسألة فقهية ونحوها ليرتفع عليك أو لينقص غريمة. من طلب العلم ليماري به العلماء ويجادل به السفهاء فهو حسبه، فحينئذ يكون في حقه حراما. والنوع الثاني الحرام ونص عليه فقهاؤنا كابن مفلح في الأصول، من جادل من كان هذا قصده، من كان قصده المقصد السيء فإن الذي يماريه ويناظره حرام عليه ذلك. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، باعتبار من كان قبل أمامه. النوع الثاني من الجدال ما كان فيه القصد من الطرفين حسن وإنما يقصد به الوصول للعلم، فإن هذا مباح وقد يكون مسنونا بما يعني وقع في القلب من القصد الحسن وبما يكون إليه المقصود من حيث الوصول للحكم إذا كان في أمور شرعية أو أغراض عامة فيها مصلحة عامة.